السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد. اليوم يا جماعه المقطع راح يكون مختلف شوي. اذا بتتذكروا من فتره سويت انبوكسنج، شو اللي حصلت؟ حصلت على هاد الشيء. هاد الشيء يا جماعه بيذكرني بمسلسل لعبه الحبار. ليش؟ مسلسل لعبه الحبار مسلسل جديد، لكن الالعاب داخل المسلسل كانت كلها قديمه، وهذا الشيء موجود فيه اكثر من 150 لعبه، وكلها العاب صار لها 15 سنه، 10 سنوات، 20 سنة. خليني أول شي شغلها، ومو بس هيك كمان فيني أوصل عليها السماعات. حاليا أنا عم بسمع الموسيقى اللي موجودة هون وشو اللي عم بيصير فيها. فشوفوا شو لقيت مع الألعاب. لقيت لعبة سبايدر مان موجودة. تقريبا هي أول لعبة لسبايدر مان نزلت، شوفوا موجودة هون وراح نجربها. شوفوا أول لعبة. شوفوا أول لعبة لسبايدر مان. هوه حرامي، شوفوا التفلق كيف كان بلعبة سبايدر مان أول ما نزلت. ها يضربني ليش؟ تعال تعال. وات؟ شو اللي صار؟ الو؟ شو اللي صار؟ ها؟ شو اللي صار؟ ببجي موبايل؟ وات؟ ولعبة الحبار؟ ببجي موبايل صار موجود فيها الألعاب القديمة؟ أوه شوفوا اللاعبين كلهم! والله لعبة الحبار! رقمي 54، طب خليني أمشي. شو؟ ها؟ اسمعوا الموسيقى؟ لا لا، لازم وقف! وقف! لازم وقف. والله هاد ما معه مزح بالمرة. اها منزلين ببابجي موبايل رويال باس جديد، وكمان منزلين طور لعبة الحبار داخل ببجي موبايل. يعني مو بس اللعبة اللي كنا عم نلعب فيها العاب، كمان ببجي موبايل صار فيها العاب قديمة. بس اول شيء خلينا نشوف عرض الرويال باس الجديد. اتوقع اللي خاص بالهلوين، تحديث الشتاء، هاي السكنات الجديدة، مجموعة الاليتي، ما لحقت الاسم، الليلة الهادئة. اشوف سكنات الاسلحة. حلو، اوكي، شكلها راح يكون في هدايا ببجي موبايل، تفتحها تاخذ منها شيء. ما بعرف اذا موجودة داخل الجيم بلاي ام راح توصل للعالم. عم يتقتلوا عليها. اوكي حلو، تركوها والله. راح تيده. طيب طلعوا، والله لا حلو حلو حلو. هاي رويال باس ميثيك وينتر. اوكي بدأ، شو رأيكم نشتريه كامل؟ طيب خلينا نشتريه بعدين هون مقابل 960 شدة. كمان عاملين عرض 960 تاخد كم تيار؟ ما بعرف اشتريته صح؟ تم شراء الرويال باس. هاي تم زيادة التصنيف لل 13. حلو، خلينا نشوف شو اللي حصلناه. هاي أول واحد حصلناه يا جماعة، أول سكين اللي هو اللي شفناه. قلت لكم ملاحات إني أقرأ اسمه، مجموعة أليتي السعيد، إن شاء الله نكون قلنا الاسم صح. طيب غيره؟ حلو، حصلت على هذا سكن السلاح الخاص بالشتاء. خلينا نشوف غيره. حلو هاي الخوذة، حلو حلو مثل بابا نويل يعني. أو هدول الأشياء اللي حصلتهم بس لسه ما اشتريته كامل. حط لنا موافق وبعدين شراء تصنيف. 10 10 10. فهلا خلينا نشتريه كامل ونحصل على هذا السكن. شوفوا هذا السكن الرهيب، والله أسطوري. خلينا نشتريه. هاي التصنيف صار 50. جمع. حلو، حليا حليا أليت الس حليا فكرت لحية. يعني سكن سلاح هون الليلة الهادية. شوفوا هذا السكن، مجموعة الحارس الجليدي. هدول السكنات اللي كنا عم نشوفهم، هذا رأسه. طيب وهدول الأشياء، وفي رقصات حتى، أحلى شيء الرقصات. وهدول الأشياء اللي حصلتهم، فموافق. حصلت على مجموعة أليت السعيد. يا ويلكم يا ويلكم. هلا بنحطه مجموعة الحارس الجليدي. هدول الأشياء اللي حصلت عليهم. فهي يا جماعة اشتريت الرويال باس كامل. خلينا بس نشوف أهم الأشياء اللي موجودة عندنا. شوفوا هالسكن الرهيب، والله حلو. سكن أول، سكن رقم واحد، رقم 50. كيف؟ وينه؟ شوف يا ويلكم، شوف. طبعا في سكنات مجانية فيك تحصلها، شوف هذا السكن مجاني يعني. وحتى حصلت على سكن للسيارة، والله كمان رهيب، اسطوري على فكره. خلينا نحط السكن اللي حصلناه اللي هو بالمستوى. اي واحد هذا صح؟ اوكي خوذته وين؟ الخوذ، هذا الخوذه الخاصه فيه. شوفوا شكله يا جماعه، والله حلو. هلا صار وقت، شو صار وقت ندخل طور لعبه الحبار لنشوف هل ممكن انه نفوز. والله رهيب. هي دخلنا، خلينا نشرب اول شيء. اوكي الحمد لله. كم رقمي؟ 27. طبعا شوف الخوذة. ليش هيك؟ هيك ما بشوف منها شيء. شوف هاي العالم كلها موجودة. طيب لسه 25 ثانية وبيبدأ. شوف العالم، أتوقع بندخل 50 شخص يا جماعة. هذا رقمه 54. بابا نويل، ميكي موسى، إن شاء الله تموت أول واحد يا رب. أنا عملت إيه؟ خليني أعلي الصوت أول شيء، ما راح أمشي فوق. أوكي راح وقف. شوفوا كيف بيفتل. مين اللي مات؟ لك ليش؟
يعني اذا بتحرك هيك بموت، مثل لعبه الحبار ممنوع تتحرك بالمره. انا جربت العاب ثانيه فيك تتحرك، يعني فيك تشوف يمين يسار، هون ما فيك. والله التصميم رهيب. طبعا هون هاي الابراج اللي بيضربوا علينا، وهاج الارنب الشرير يخرب بيته بيخوف. في طريقه اني اشوف فيها اللي هي هاي، هاي ما بموت. طبعا يا جماعة هذا الطور هو 3 راوندات، يعني رح تلعب 3 مرات. جاهزين؟ 3 2 1، رح نبدأ فورا. امشي امشي امشي، يلا انا اول واحد. لا 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 لا، وقف. شوفوا مهما اسوي شيء، ما هو اذا اتحركت بالحقيقة بموت. لا عادي عادي، والله العظيم. اي والله العظيم، قل والله اقول ورا ما تاكل تبن هالحين. وقف وقف، مات. يا حرام، مع انه ما بعرف ما كان عم يمشي. امشي يلا. لا 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 لا. وقف، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. هات الارنب بيخوف. لا 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 لا. وقف، ابني بقول في سروالي. يا اخي الارنب بتخوف. وقف وقف، متت؟ مشيت لسهل. امشي. فزت. فيكتوري فيكتوري فيكتوري، فزت. يخرب بيته. والله كتار اللي فازوا. 5-4، هالمرة أسرع شكلها. 3-2-1، امشي فورا امشي فورا. يلا وقف 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 وقف. امشي وقف، الوقت صار أقل. امشي. لا 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 لا، غشاش. يا اخي والله فجأة فتل، ما خلص الاغنية. رح ندخل للمرة المليون. ما بفوز. حتى لو اني طلعت هيك انا بموت. ما لازم تتحرك بالمرة، خلينا نجهز نفسنا مرة ثانية. يلا 10 ثواني، رقص سريع. او يخرب بيته، هرب لك شلون. ما بعرف. يخرب بيتك يا غشاش يا غشاش. وقف، ما حدا مات. امشي. لا 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 لا. وقف. اوه كلب على الفتلة، والله سريعة. شوفوا هذا الغشاش اول واحد، شوفوه هذا الارنب. لا لا لا. وقف 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 وقف، خرب بيته. ياي، ماني ماني موقف، ماني موقف، ماني موقف، ماني موقف. اوكي فيكتوري فيكتوري فيكتوري. الجيم الثاني، والله في عالم تأهل. تشوفوا بعد عني. وقف، والله ما عم اتحرك، والله العظيم. قتلوه. وقف. لا انا عم اتحرك بالغلط، ايدي عم تلمس الجوال بالغلط، بس ما انتبهولي. وقف، لا حرام اوقف، ما ضل وقت، شكلي بموت شكلي بموت. امشي. مات الأول. رح أمشي المسافة كلها، أوكي؟ يلا فيكتوري. أوه الجولة الثانية فزتها، وأخيرا لسه واحدة وبفوز الطور. والله صعب. أوكي الجولة الأخيرة يا جماعة، خلي يد واحدة بس، لا تحط اليد الثانية لأنه ممكن تلمس بالغلط. يلا الجولة الأخيرة، أصعب واحدة أتوقع. 2-1 جو، امشي فورا. يلا وقف وقف، والله ما عم المس ما عم المس. امشي. يا رب افوز يا رب افوز. وقف، والله ما حركت. ايه حل عني. لا 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 لا. وقف وقف، في وقت وقف. ريح ريح شوي، ريح شوي اعصابك، ريح. امشي. وقف وقف وقف، ما بدي امشي ما بدي امشي، ما عاد اقدر ما عاد اقدر، انا خايف. كان فيني اجيبها بس. يلا يلا جاهزين. امشي. هاي جبتها جبتها، واخيرا واخيرا الاخيرة. هاي جبت 3 جولات اللي اتوقع اني خلص فزت بالطور كامل. خلينا نشوف، هلا لسه رح نلعب. خلينا نشوف خلينا نشوف، لسه هذا الشخص اخر واحد. يا رب انه يجيبها، حرام. 3-2-1 جابها، اخر شخص جابها. نفس المسلسل. اوكي المركز الثالث، ليش حظ اوفر كاتبين لي في المره القادمه. جبت المركز الثالث، بس حلو، يعتبر حلو حلو. ترتيبنا الثالث، اسطوري. شوفوا بكفي، ما عاد اقدر العب، انا خايف، ما عاد اقدر العب عن جد. بتلبك كثير وبخاف.
شو هذا الصوت؟ ها؟ شو اللي صار؟ اللعبة رجعت، رجعت شغالة. ويخرب بيت هالأرنب، راح يجنني. فشكرا لكم للمتابعة لحد الآن. الأرنب فوتنا ببجي موبايل وطلعنا منها، ومع هيك آخر شيء ما قدر إنه يقتلني. فبس كمعكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر، بيس أوت.